يعد الكابتن رؤوف عبد القادر أحد رواد الكرة الطائرة في مصر والنادي الأهلي بعدما قضى قرابة نصف قرن في رحاب الكرة الطائرة، محققا على مدار مسيرته لاعبا ومدربا العديد من الألقاب والبطولات، بلغت 71 بطولة متنوعة ما بين بطولات محلية وأخرى إقليمية، ليسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ اللعبة، بالإضافة لبراعته الإدارية وكذلك الإعلامية. استهل رؤوف عبد القادر مسيرته في صفوف قطاع الناشئين للكرة الطائرة بالنادي الأهلي قبل أن يتم تصعيده لصفوف الفريق الأول في عام 1968، ليستمر في صفوف الفريق الأول على مدار عقد من الزمان، حقق خلاله العديد من الألقاب والبطولات بقميص الشياطين الحمر. اعتزل رؤوف عبد القادر اللعبة لكنه لم يبتعد عن معشوقته الكرة الطائرة، فقرر العمل في مجال التدريب عقب الاعتزال مباشرة، ولأنه يعلم أن الموهبة وحدها لا تكفي، قرر الحصول على الدورات التدريبية اللازمة للعمل في مجال التدريب محليا ودوليا قبل أن يتخذ الخطوة الأبرز في مسيرته بالسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة للعمل مدربا لنادي الوحدة الإماراتي من العام 1979 وحتى عام 1987، حتى قرر العودة إلى مصر مجددا. ونظرا لقدرات رؤوف عبد القادر، لم يتردد مجلس إدارة النادي برئاسة المايسترو صالح سليم في تعيينه في منصب المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة، وذلك في عام 1996 وحتى عام 2009، ليقود الفريق لمعانقة المعدن النفيس محليا وإقليميا وبلوغ قمة المجد الرياضي، بعدما ساهم مع الفريق في تحقيق 5 ألقاب لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وأربعة ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكأس، وخمسة ألقاب للبطولة العربية، بالإضافة للهيمنة على لقبي الدوري والكأس لقرابة عقدين من الزمان. براعة عبد القادر في قيادة فتيات الذهب لمنصات التتويج دفعت الاتحاد المصري للكرة الطائرة للاستعانة بخدماته لتولي تدريب المنتخب المصري لينجح في قيادته نحو التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة باليابان. شهد العام 2009 انتقال رؤوف عبد القادر إلى مرحلة جديدة في حياته المهنية بعدما تقلد منصب مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي حتى عام 2014، والعمل كمدير تنفيذي لاتحاد الطائرة حتى 2018، ثم العودة مجددا لإدارة النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، ليضيف رؤوف عبد القادر سطرا جديدا في كتاب المجد الرياضي أثناء توليه مهمة النشاط الرياضي بتفوق كامل للشياطين الحمر في كافة الألعاب الجماعية والفردية، بعدما نجح في استعادة العديد من النسور الحمراء لتحلق مجددا في سماء الجزيرة، بالإضافة لتصعيد الناشئين والناشئات من أبناء النادي واستقطاب المواهب، ترسيخا لرسالة نادي الوطنية التي تتمثل في إمداد المنتخبات الوطنية بنسور القلعة الحمراء لترفع راية الوطن في المحافل الدولية.